قبل ما أبدأ، ده هيكون ملخص الجزء الأول من سلسلة أفلام الأونج باك، ولينك بقية الأجزاء هيكون موجود في الديسكريبشن. وبدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. وبيبدأ فيلمنا في قرية صغيرة موجودة في تايلاند، وبيكون اسمها نوندبادو، وكل شباب القرية اتجمعوا مع بعض ودهنوا أجسامهم بالتراب علشان يتسابقوا لأعلى الشجرة ويمسكوا العلم. والسباق ده بيحصل كل سنة بين شباب القرية من أجل الترفيه والرياضة. ومن وسط الشباب دي كلها فبيكون فيه شاب اسمه تينج، وتينج كان سريع جدا بسبب مهارته في الفنون القتالية، وقدر ان هو ياخد العلم اللي موجود في أعلى الشجرة، وكل أهل القرية حيوا تينج بسعادة كبيرة. وبالليل بنكتشف ان تينج محترف فنون قتالية خطير ومتخصص في فن المواي تاي، والفن ده من أقوى الفنون القتالية في العالم. ولما تينج كان بيتمرن فجأة معلمه ظهر وزعقله وطلب منه ما يستخدمش فن المواي تاي في القتال أبدا. وبعد كده عم تينج قال له إن المعلم الخاص بيه خلص على واحد في القتال بالغلط بسبب الفن ده، فعلشان كده عاوز تينج يستخدم فن المواي تاي في الضرورة وبس، لأنه فن قتالي مميت وممكن يدمر أي حد. وفي وسط الليل لما كل أهل القرية نامت، في شخص ضرب عم تينج على دماغه واتسلل للقرية وسرق منها حاجات كتير. وتاني يوم الصبح أهل القرية اكتشفوا إن الحرامي سرق راس تمثال الأونج باك، والتمثال ده مهم جدا بالنسبة لأهل القرية لأنه عنده قيمة روحية كبيرة. وطبعا كل الناس كانت حاسة بالخوف وكانوا عاوزين يسترجعوا راس التمثال بأي طريقة ممكنة. ومن هنا تينج قال ان هو هينطلق في رحلة علشان يسترجع راس التمثال من الحرامية. وعم تينج قال ان اللي سرق راس التمثال يبقى شاب خاين بيكون اسمه دون، لانه لمحه بالصدفة. وقال لتينج ان الشاب ده عايش في مدينة اسمها بانكوك. وبعد كده كل اهل القرية اتجمعوا وسلموا تينج كل فلوسهم علشان يقدر يسافر ويصرف على نفسه لحد لما يرجع راس التمثال. وبالفعل تينج انطلق في رحلته لمدينة بانكوك التايلاندية. وبعد كده بتنتقل بينا الأحداث لمدينة بانكوك، وبنروح لشخص بيكون اسمه هاملي، وأخته بيكون اسمها نيك، وبيكونوا فازوا بسباق الشوارع للدراجات النارية وكسبوا فلوس كتير من الرهانات. وهاملي يبقى ابن عم تينج، ولكنه هرب من القرية زمان وبقى مجرم في شوارع مدينة بانكوك. ولما هاملي وأخته كانوا بيتكلموا فجأة تينج ظهر، وتينج كان فرحان جدا بيهم لأنهم كانوا قرايب، بس هاملي رفض يكلمه وزقه بعيد. ومن هنا فلوس أهل القرية وقعت من تينج بالغلط. وطبعا لما هاملي شاف الفلوس فأسلوبه اتغير مع تينج ورحب بيه واستضافه في بيته وقال له ادخل الحمام علشان انت لسه جاي من السفر. ومن هنا تينج آمن لهاملي لأنهم قرايب، بس للأسف هاملي خدعه واخد الفلوس بتاعت أهل القرية وهرب من المكان. وأول لما تينج اكتشف السرقة فبدأ يدور عليه، أما هاملي فأخد كل الفلوس وراح لحلبة قتال غير قانونية علشان يراهن فيها بالفلوس اللي سرقها على واحد من المقاتلين. وفي الوقت ده بنقابل دون، ودون يبقى هو الشخص اللي سرق راس التمثال وسلمها للمعلم بتاعه صاحب أكبر عصابات مافيا في المدينة كلها. ولكن المعلم بتاعه رفض يتكلم معاه علشان هو مركز في القتال اللي بيحصل في الحلبة. وفجأة تينج ظهر وسأل هاملي على مكان الفلوس، ولكن هاملي قال له ان هو راهن بيها على واحد من المقاتلين. فتينج راح علشان يجيب فلوس اهل القرية، ولكنه دخل حلبة القتال من غير ما يقصد وتحدى واحد من المقاتلين بالغلط. وفي البداية تينج ما كانش فاهم ايه اللي بيحصل وخلص على المقاتل برب على الطاير. وطبعا كل الناس اتصدموا جدا من اللي حصل لان تينج هزم مقاتل قوي بضربة واحدة بس. واول ما تينج فاز فرفض ياخد اي فلوس زيادة واخد الفلوس بتاعت اهل القرية ومشي من المكان. وبعد كده تينج اتخانق مع هاملي وقال له انت خاين وغدار، وبعد كده سابه ومشي. وبعد فترة صغيرة فهاملي واخته كانوا في شوارع مدينة بانكوك وكانوا بيعدوا الفلوس اللي سرقوها، ولكن فجأة ظهرت مجموعة من المجرمين واللي كان ليهم عند هاملي فلوس وكانوا يمسكوه يطحنوه. وبالصدفة تينج شافهم من بعيد، وفي البداية تينج مرضيش يساعد هاملي لأنه خاين، ولكنه لما شاف إن المجرمين ضربوا بنت عمه فتعصب بشدة وهجم عليهم بشراسة عالية جدا وفضل يضرب فيهم
واحد ورا واحد وخلاهم يجروا زي الكلاب. فهاملي اعتذر لتينج على خيانته وقرر ان هو هيساعده علشان يوصل لراس التمثال بتاع الأونج باك. وللأسف بعد فترة صغيرة المجرمين رجعوا من جديد وعددهم كان كبير جدا. فتينج وهاملي وأخته بدأوا يهربوا من المجرمين والمجرمين طردوهم بأقصى سرعة وسط شوارع المدينة وكانوا عاوزين يقتلوهم. وفي وسط المطاردة فالشوارع اتدمرت والمكان كله انقلب لفوضى تامة. ولكن تينج استخدم مهاراته في الفنون القتالية وتفادى كل هجمات المجرمين بمهارة عالية جدا. ومع انهم كانوا اكتر منه في العدد الا انه قدر يتغلب عليهم بسرعته الرهيبة في الفنون القتالية. ومهما المجرمين حاولوا يمسكوه فكانوا بيفشلوا. أما هاملي فاستخدم معرفته بشوارع المدينة وبدأ يستخدم طرق سرية علشان يهرب من المجرمين. ولكن في النهاية وصلوا لحيطة سد. فتينج استخدم لياقته البدنية وطلع فوق الحيطة وبعد كده ساعد هاملي في الهروب من المجرمين. وبالليل هاملي وتينج رجعوا من تاني لنضى القدرات الغير شرعية علشان يقدروا يوصلوا لدون الحرامي علشان يرجعوا راس التمثال. بس المرة دي المعلم بوا كان عامل لتينج كمين ونظم له ماتش مع مقاتل ضخم جدا. وفي البداية تينج تجاهله علشان معلمه قال له ما تستخدمش فن المواي تاي الا في الضرورة وبس. فالمقاتل مسك بنت كانت شغالة في المكان وبدأ يشتم في الشعب التايلاندي، ده غير ان هو مسك شاب تايلاندي وكان هيقتله. فتينج اتعصب بشدة وقبل ان هو يدخل معاه في القتال. ومع ان خصم تينج كان ضخم وشرس جدا الا ان تينج قدر ان هو يستغل نقطة ضعفه وبدأ يوجه له ضربات مميتة لان فن المواي تاي فن قوي جدا ومميت. وفي الاخر تينج قدر ان هو يفوز في القتال. ولما حاول يخرج من حلبة القتال فجأة ظهر مقاتل تاني وتحدى تينج، والمقاتل ده يبقى واحد من اتباع المعلم بوا وكان متميز بسرعته وضرباته الخطافية. وفي البداية تينج واجه مشاكل في القتال معاه بسبب سرعته، ولكن في النهاية تينج قدر ان هو يسيطر على القتال وقدر ان هو يتفوق على الخصم بتاعه باستخدام اساليب المواي تاي المميتة. وبعد كده تينج حاول يخرج من الحلبة ومن هنا ظهر شخص وهدده بالمسدس واجبره ان هو لازم يستمر في القتال. وخصم تينج التالت والاخير كان بيلقب بالكلب المجنون، والمقاتل ده كان خطير جدا وبدأ يكسر كل حاجة في المكان على دماغ تينج. ولكن تينج استحمل كل الضرب وبدأ يهجم عليه بشراسة عالية جدا. ومن هنا الكلب المجنون خطف بنت عم تينج وهدده بيها، بس تينج قدر ان هو ينقذها منه بمهارة واستمر في الهجوم على الكلب المجنون. والقتال ما بينهم استمر لدقائق طويلة لحد لما وصلوا للمعلم بوا. ومن هنا المعلم بوا اعطى سكينة للكلب المجنون علشان يخلص على تينج، ولكن تينج خلص عليه بركبة على الطاير ووقعه من أعلى مكان في الحلبة وخلص عليه تماما. ومن هنا تينج فاز بالقتال وما فيش أي حد كان قادر يقف قدامه. ومن هنا كل الناس اللي موجودة في المكان حيوا بسعادة كبيرة واعترفوا إن هو أفضل مقاتل في المدينة كلها. ولما تينج وقف يتكلم مع هاملي فعنيه لمحت دون اللي سرق راس التمثال، وهو وهاملي طلعوا يجروا وراه، ولكن دون سبقهم واختفى من المكان بسرعة البرق. وهاملي قال لتينج ما تقلقش لانه عارف مكان بيته وهيقدروا يمسكوه بأقرب وقت ممكن. وبالفعل تاني يوم الصبح تينج وهاملي هجموا على بيت دون وقدروا انهم يفاجئوه. فدون قدر ان هو يهرب وسط مجموعه من التكاتك، وهاملي وتينج جري وراه بأقصى سرعة. فأتباع دون ركبوا التكاتك علشان يخلصوا عليهم، وشوارع المدينة اتقلبت لفوضى تامة. وأتباع دون قدروا انهم يحاصروا هاملي عند آخر الجسر الغير منتهي، ولكن هاملي قدر ان هو ينجو بحياته على آخر لحظة. أما تينج فقدر ان هو يوصل لدون وتشعلق في التوك توك اللي كان راكبه وكان هيمسكه، ولكن دون قلب التوك توك اللي كانوا راكبين فيه في المية علشان تينج ما يقدرش يمسكه. ولما تينج نزل تحت المية علشان يطارد دون فتفاجئ بحاجة رهيبة جدا، واكتشف ان في آثار مسروقة وموجودة تحت المية عند الميناء اللي فيها السفن وعصابة المعلم بوا. ودون
هم اللي خبوا الأسعار دي علشان محدش يعرف يوصل لها. ولكن تينج بلغ البوليس والخبر انتشر في التلفزيون والبوليس كان موجود في كل مكان. وطبعا المعلم بوا كان غضبان جدا من اللي حصل لأن دون فضح سرهم والبوليس أخذ كل الأسعار اللي موجودة. وبعد كده المعلم بوا بعت مجموعة من العصابة بتاعته علشان يقبضوا على هاملي وأخته. والمعلم بوا قال للهاملي إن هو هياخد أخت رهينة ومش هيسيبها غير بشرط واحد بس، وهو إن تينج يقاتل المساعد الخاص بيه. فهاملي بلغ الخبر لتينج وقال له إن هو لو كسب القتال فهيحرر أخته وياخد راس التمثال، وقال له إن الماتش هيكون في حلبة ملاكمة ما بين حدود تايلاند وبورما. وبالفعل القتال اتنظم والحلبة كانت موجودة على الحدود، ومعنى كده إن البوليس مش هيكون موجود ومش هيقدر يوصل للحلبة، ودي كانت خطة من المعلم بوا من البداية. أما تينج فاستعد للقتال وجهز نفسه علشان يلعب مساعد المعلم بوا واللي بيكون اسمه سامنينج، وسامنينج يبقى ملاعب محترف بالفنون القتالية ولكنه كان بيستخدم منشطات، وده يعتبر غش في الفنون القتالية. وبالفعل المباراة ما بينهم بدأت، وللأسف سامنينج سيطر على المباراة باستخدام القوة الرهيبة اللي أخدها من المنشطات، وفاجئ تينج بسرعته وقوته الرهيبة، ده غير إن هو اتعصب وضرب الحكم ودمر تينج تماما. وبعد القتال تينج وهاملي قابلوا المعلم بوا من جديد، ومن هنا المعلم بوا قال انهم خسروا وان هو هيبيع راس التمثال للاجانب. وبعد كده مشي وسابهم وامر رجالته يخلصوا عليهم، وقبل ما المجرمين يجهزوا اسلحتهم فتينج استغل الفرصه وبدا يخلص عليهم واحد ورا واحد، وقدر ان هو يسيطر عليهم في القتال بمساعده هاملي. وقبل ما دون يهرب ويبلغ المعلم بوا باللي حصل فتينج ضربه ضربه مميته وقاته من على الموتوسيكل، وقدر ان هو يعرف منه مكان راس التمثال. وبعد كده تينج وهاملي ركبوا الموتوسيكل وراحوا لكهف وسط الغابة، والكهف ده كان موجود فيه المعلم بوا هو والمجرمين بتوعه. وتينج استخدم مهاراته في الفنون القتالية وخلص على حراس الكهف، وأول لما دخل الكهف فشاف تمثال ضخم جدا، وأتباع المعلم بوا بيكون عاوزين يقطعوا راس التمثال من مكانه. فتينج دخل وحاول يوقفهم، ومن هنا المعلم بوا اتعصب بشدة وطلب من أتباعه انهم يهجموا على تينج. وفي البداية تينج قدر ان هو يضربهم واحد ورا واحد بسبب قدرته الرهيبة في الفنون القتالية، ومع انهم كانوا اكتر منه في العدد الا انه قدر يخلص عليهم. ولكن فجأة في مقاتل ظهر وكان معاه منشار وهاجم تينج بشراسة عالية جدا، وللأسف المقاتل ضغط على تينج وشرح له جلده، ولكن من حسن الحظ هاملي ظهر وانقذه على اخر لحظة، وده ساعد تينج انه يرجع لقوته ويكمل في طريقه علشان يوصل لراس التمثال. وهو لما تينج وصل المعلم بوا فسامنينج اتحدى تينج للمرة التانية، ولكن المرة دي تينج كان مستعد للقتال ودخل في قتال شرس جدا. فسامنينج حقن نفسه بالمعشطات علشان يرجع قوته، والقتال ما بينهم كان مميت جدا. ومن هنا تينج اتعصب بشدة وخلص عليه بضربة الركبة المميتة. وفي الوقت ده هاملي اتخانق مع المعلم بوا على راس التمثال بتاعت اهل القرية، وفجأة راس التمثال الضخم وقعت من مكانها وكسرت المكان كله. وهو لما تينج وصل فاكتشف ان هاملي انقذ راس التمثال بحياته، وقبل ما هاملي يموت فاعتذر لتينج على كل اللي عمله وطلب منه يخلي باله من اخته الصغيرة. وبعد فترة فتينج رجع راس التمثال للقرية بتاعته من جديد، وكل الناس استقبلوه في احتفال وسعادة كبيرة. ومن هنا بيخلص فيلمنا. انا مينا اسحاق، فلو عجبك الفيلم ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الملخصات النهارية، وما تنساش تعمل متابعة على صفحة الفيسبوك علشان تقول لنا على الأفلام اللي تحب نلخصها لك. أشوفك الفيلم الجاي يا صديقي، يلا سلام.